ولاية الجلفة قامت بإحصاء أكثر من 500 منطقة ضرب. اليوم قافلة تكون من 8 أفواج تتوجه لهذه المناطق، يعني أكثر من 305 اليوم نقيسوها إن شاء الله بهذه يعني القافلة. نوجه الشباب ونحثوهم على إنشاء مؤسسات مصغرة في هذه المناطق، وبالتالي يساهموا في التنمية المحلية. كذلك من بين العوامل تاع الاستراتيجية الجديدة أنه فتحنا النشاطات كامل ما عدا النقل و يعني كراء العتاد بأنواعه. فهذا باش نعطوا فرص للشباب المتكون سواء في الجامعة في التكوين المهني باش يساير منظومة إنشاء مؤسسات تخدم يعني التنمية المحلية.